من عند المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سي محمد الربحي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين. مشكور جدا على التدخل معنا. إذن في إطار عملكم الرقابي الدائم على سلامة المنتجات الغذائية، اليوم نحكيو على رقم يهم، حالات تسمم خلال سنة 2024، قديش الرقم هذا؟ هو قبل كل شيء صعب نبداو بالديفينيسيون تاع التسمم الغذائي الجماعي، لان احنا باش نحكيو على تسمم غذائي جماعي، يعني حالتين فما فوق عندهم نفس الاعراض واكلين نفس الماكله، هذا نعتبروه تسمم غذائي جماعي. توا احنا تعرف التسممات الغذائيه الجماعيه هي في الواقع في العاده مرتبطه بارتفاع درجات الحراره. علاش؟ لانه ارتفاع درجات الحراره في علاقه مباشره مع امكانيه تلوث المواد سريعه التعفن، والا اذا كان ثم عدم احترام لممارسات جيده تقع هكا التلوث، والتلوث هذاك يساعد على نمو الجراثيم وما بانواعها، ووقت اللي نستهلكوها نمرضوا. هكا علاش بالنسبه لنا احنا عاده التسممات الغذائيه الجماعيه ينتجلوا اكثر نسبه فيها في فصل الصيف. يبقى انه بالنسبه للسنه احنا منذ بداية 2024 الى حد الان تم تسجيل 44 بؤرة نتاع تسمم غذائي، والبؤر هذوما يعني فيهم تسجلت 717 حالة مرضية. الحاجة الباهية هو انه والحمد لله ما فماش حالات خطيرة، ما فماش حالات وفاة. احنا حوالي 10 معنا دور حول ما بين 10 و13% نسبة الإيواء في المستشفيات لفترة وجيزة باش يقعد تحت سو سيرفيونس ميديكال ويخرج على روحه وما فهم حتى إشكال. هذوما في المجمل. يبقى أنه التسممات الغذائية الجماعية اللي صارت أغلبها الحقيقة بنسبة 62% في الوسط العائلي، وتعرف انت الوسط العائلي هو ما نجموش ندخلوا فيه بصفه استباقيه والا قبليه، لانه هو فضاء يعتبر خاص وما تنجم تدخلوا كان باذن وكيل الجمهوريه، وتعرف انت الاذن من نوع هذا يلزم ديان ارغيمونتي الى غير ذلك، يلزم اسباب تخلي الامكانيه نتاع الدخول. يبقى انه اغلب التسممات اللي صارت وبعد ما صارت العمليات الاستقصائيه يتضح وانه المحلات اللي تم فيها الاعداد الحقيقه تفتقر لابسط قواعد السلامه الصحيه، ناهيك وانه اغلبها يتم اعدادها في جراجات تفتقر اغلبها الماء الجاري ولسلسله التبريد الى غير ذلك. وتعرف انت احنا في السنوات الاخيره ولينا ننوع برشا سلايط بانواعها، سلاطه مشويه، سلاطه تونسيه، طواجن الى غير ذلك، وهذيا وقت اللي ننوعوا احنا ما عندناش مشكله مع التنويع، ولكن التنوع لازم تحضر الارضيه، لانه ماهوش ممكن باش تحضر ماده غذائيه سريعه التعفن وتخليها في درجه حراره عاديه، وتعرف انت درجه حراره عاديه من 35 40 فما فوق، هذيك درجات الحراره اللي هي ملائمه لتوالد كل ما عنده علاقه بالميكروبات بانواعها. وزيد الحاجه الاخرى انه الاعداد يتم بطريقه مسبقه جدا، يعني في اغلب الحالات يتم الاعداد باكرا اذا كان مش من لافاي، ويتم توزيعه معناها في احسن الحالات في فطور نصف النهار، او هو في الغالب في العشيه، يعني في العشاء. دونك تصور انت ماده غذائيه قد تكون سريعه التعفن وقد تكون فيها تلوث جرثومي من خلال عدم احترام الممارسات الجيده واليد تبدا ماهيش نظيفه الى غير ذلك، وتقعد في الهواء الطلق تحت اشعه، مش تحت اشعه الشمس ولكن في درجه حراره عاديه، طبيعي جدا باش تتوالد وتتكاثر هكا الجراثيم. وقت اللي يستهلكها الام في تي طبيعي جدا باش يحس بالاعراض اللي هي الحقيقه تقلق عاده مع سي محمد الحراره قي. نعم، ما فماش حالات ربما تسمم جراء غله سناسي في سناء؟ والله انا هون هذه انا دخلت فيها سابقا، وباش نزيد نكرر
لانه احنا مو تعرف ما صارت هذه هك التسممات اللي المعلومه اللي صارت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وصارت بعد ما هك الفيديوهات نتاع السيد اللي يحط الصوند في الغله واسمع اللي ما سمعتش هذه خطيره هذه فيها نيترات هاو تو معناها باش نعطي المعلومه للعباد لانه انا نشوف الكومنتير علاش ما يعطوش نتائج تحليل غير ذلك. شوف احنا بالنسبه لنا هالعينات اللي تم اقتطاعها صدقني عملناها في الخارج في مخابر معتمده واثبتت صلاحيتها للاستهلاك ومتمثل حتى مشكل الصحه. يبقى انه اذا كان فما واحنا نشوفوا توا هك خاصة الدلاعة الدلاعة اللي ولا يتباع بالمورسو تصور انت في سوق اسبوعي وإلا في ساحة عامة ونقص انا بسكينة الله اعلم وين كانت ويدي الله اعلم شنو فيها طبيعي وقت اللي باش نقصها ونخليها نهار كامل تحت اشعة الشمس طبيعي باش تلوث وقت اللي ياكلوها باش يحسوا باشكاليات صحية وهذا ربما ما يفسر الحالات المرضية اللي تظهر بصفة يعني معزولة. اليوم خليني نقول لك سي محمد اللي فما شبه عزوف على شراء نوعا ما الدلاع والبطيخ. والله والله أنا مثلا نقول خسارة علاش؟ لأنه كل الغلال نافعة صحيح فهم اللي ربما ساعد العزوف. من جهة الأخبار هذه ولكن نتصور أنا الأغلبية في علاقة بارتفاع الأثمان نتصور هكا وبالنسبة لنا احنا توا انا نتكلم فيك معناها مواطن ونستهلك الدلاع ونستهلك البطيخ وبعمري لا حسيت ما حاجة حتى في عائلتي سواء كان المضيقة ولا الموسعة إلى غير ذلك ما عندناش مشكلة في نوعية المواد هذه راهو يتم مراقبتها من طرف الهيئة راهو ما تمشي حاجة مسيبة صحيح احنا مرات كيف نتكلم وانا نراقبه قول لك لاخي يا اخي انت تراقب كل دلاعة لا احنا راهو يتم اقتطاع عينات بصفة تمثيلية معنا ريبريزونتاتيف وراهو ما نحكموش كان على الدلاعة هذيك اللي نحلوها راهو نحكموا على مسار كامل فيه من 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 الحق للمستهلك الى غير ذلك وخاصه القانون اللي جاء جديد واللي احدث الهيئة هو مبني على تقييم المخاطر يعني انت ما تمشيش كان للتحليل ما تمشيش كان لك الزياره الفجائيه وتحكم معناها ما فما حتى مشاكل صحيه ينجم يتسبب فيها لا الدلاع على البطيخ لا 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 ما فماش مشاكل صحيه في علاقه بالتسممات الغذائيه هذايا ناكد هو ما تسببوش في تسممات غذائيه التسممات الغذائيه الجماعيه راهي ذات ابلاغ اجباري معناها اذا كان الطبيب سواء كان في القطاع العام او في القطاع الخاص جاوه حالات مرضيه راهو مجبور باش يبلغ وقت اللي يبلغ المعلومه تجينا بصفه اليه واحنا اللي نقوموا بهاك العمليات الاستقصائيه باش نشوفوا شنو الاشكاليات اللي غير ذلك بغرض الوقاية وبغرض التوقيف على الأقل إذا كان فما مشكل توقيفه باش ما عادش يتوسع. واضح سي محمد مشكور جدا على التوضيحات هذوما الكل برشا تساؤلات وكجاوبنا عليهم اليوم للمواطنين اللي سألوا على التسممات الغذائية تفسيرها حكينا على الغلة زادة اللي قال راهو لباس ما فما حتى مشكل صحي فما حتى مشكل تسمم غذائي مربوط لا بالدلاع لا بالبطيخ لا بالغلة بصفة عامة اللي هي تحت رقابة الهيئة مشكور جدا حوار الكامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم موصلين معاكم في الشارع التونسي حتى ال11